حقيقة هي رواية اجتماعية عاطفية دارت أحداثها في دمشق هي بين الواقع والخيال. شبهت الإنسان فيها بأنه كرة أرضية، ولكن حينما تدور الكرة الأرضية على مسارها وإن خرجت إلى المنفى تختفي، وهكذا الإنسان لا يمكنه محاربة قدره. وهذه بكل بساطة، وطبعا استعنت فيها بقصيص لأنها هي بين شاب مسلم وذات مسيحية، استعنت بقصيص، استعنت بشيخ، استعنت بطبيب جراح مشان أحسن أوصف حالي 100%. طبعا أخذت معي وقت سنتين تقريبا. قصدك استعنت، يعني هل أخذت منهم استشارات ولا كانوا شخصيات موجودين بالرواية؟ لا هني استشارات حقيقة مشان ما أكتب شيء أنا أصغر من أني أكتب بالدين، فالهيك كان أني أستشير أشخاص أعلم مني بالدين، وخاصة إخواننا المسيحيين. أنا قعدت معهم من أكثر من 3 سنين، فاستفدت من خبراتهم بالحياة، فتت على كنائسهم، فصار عندي معلومات عامة. وحقيقة اللي خلاني أكتب الرواية أكثر شيء هو إنه إخواننا المسيحيين بدينهم ما عندهم تشريعات فعلية، مثل إنه إذا بنت تجوزت شاب مسلم فهل يجوز قتلها؟ هذا السؤال صراحة حقيقة أنا طرحته. إذن البطلة اللي هي لوريتا هي مسيحية والبطل يوسف مسلم. الرواية تحكي عن قصة اجتماعية، فينا نقول عاطفية. قلت إنه في دمشق وأنت من مدينة حمص، ليش اخترت دمشق؟ حقيقة التنوع السكاني اللي فيها من جميع الأديان، وحقيقة دمشق إلى تراث بشكل عام. وقت نقرأ قصص تلاقي دمشق إلى ثغرة بالقلب، ممكن تفوت في قصة حبيت. بس هلا هيك الحماصني حيعتبوا عليك، يعني عرفت انه اذا الكاتب لا طبعا الحمصي ما كتب عن حمص مين بده يكتب؟ لا كتبت يعني قلت انه شبهت، اذا فينا نقول الرواية او ابطال الرواية شبهتهم بالكرة الارضية، لانه اذا خرجت عن مسارها ممكن تنتهى. يعني التشبيه يعني بالنسبة إلي على الاقل انا حاسسته انه بده توضيح اكثر من حضرتك. نعم صحيح. أنا حقيقة ما أحسن توضيحه أكثر لأنه ما بدي أحرق تفضل، الأحداث، ولكن لا تحرق هلا، قد ما فيك توضح لنا، يعني تحطنا بالصورة. تمام. الإنسان قد ما كان بيحاول إنه يغير قدره، هذا الشيء مستحيل يصير حسب تكوينتنا البشرية وحسب التكوين الكوني للطبيعة. ما فينا نخلق شيء نحن بذاتنا، أو نحن انا مثلا بدي اتجوز هاي البنت، ممكن احاول قد ما احسن واتجوزها، ولكن الى نهايه. يعني قصدي انا قد ما حاولت لف حوالي الطريق، انا الي مسار معين بدي امشي عليه لانه هذا قدري. فحقيقه هاي الروايه القدريه اللي انا حبيته طبعا، انه بتلاقي شخص مثلا بده يحارب كل شيء، بده ياخذ كل شيء، بنفس الوقت بيخسر كل شيء. طب اتمنى انه يكون احسن توضح يعني اكثر. تقريبا ايه، يعني وصلت الفكرة. يعني هذه الرواية هي الرواية الأولى لك أحمد، الثانية هذه الرواية الثانية. كيف كان الإقبال على هذه الرواية في معرض غازي عندك؟ حقيقة بيعت كل النسخ والله الحمد لله من الله. نعم بيعت كل النسخ فضل الجمهور. حقيقة نحكي عن هالموضوع انه كان في تنظيم اداري جميل من معرض غازي عنتاب، الهيئة المنظمة كانت نفسها، يمكن منظمة اسطنبول، معرض اسطنبول عفوا. كان في تنظيم اكثر لدور النشر، وحقيقه الاشخاص اللي اجوا على المعرض هن اللي بيحاولوا يحفزونا اكثر من نكتب، لانه من سننا يعني ممكن عفوا اصغر، يعني في سن ال 15 16 سنه وقت يجي يقرا لي، وممكن انا احسن وصل الهدف اللي انا حاولت انه اوصله له. هذا الشيء انا بفتخر فيه، وهي الطبقه اللي اكثر شيء بصراحه كانت مقبلة، أو الأغلبية كانت مقبلة على المعرض، طبعا غير التنوع الثقافي اللي بالمعرض من كتب تاريخية روايات. قد ايه بحطك بتحديات هذا الحكي اللي قلته، انه شباب يافعين تحت ال 18 هن اللي اقدموا على اقتناء الروايه بعدد اكبر يعني من غيرهم، قد ايه يعني احمد قدام تحدي، لانه انت بشكل او باخر حتى لو قروا هاي الروايه اكيد حيتاثروا ولو بفكره. حقيقة أنا طرحت هذا الموضوع من قبل وكتبت أن الرواية أكلت معي شغل سنتين، في أشخاص كتبوا الرواية بشهرين ثلاثة وأربعة. حقيقة أنا انتقدتهم، ولكن بنفس الوقت إجاني نقد إنه مثل رحمة الله عليه كتاب كثير كتبوا خلال فترة قصيرة،
ولكن انت استهدافك لهي الشباب انك انت تكتب فكره اساسا ما لك مقتنع فيها وما لك دارسها من جميع النواحي، فهي كارثه، انت دمرت مجتمع. فانا بصراحه عتب كبير على الكتاب، يمكن ان شاء الله انا ما اكون منهم يعني، لكن عندي عتب كبير عليهم من ناحيه استغلال هاي الجيل، وكتاب كبار طبعا معروفين يعني عم يستغلوا هذا الجيل ممكن لانه لزياده شهره زيادة ولكن مبيعات ممكن حتى بدون هدف. يعني يمكن اي حدا عنده هدف يعني احمد زياده مبيعات يعني ما نعيب يعني بالنهايه انه الانسان يقول انه بيعت الروايه او الكتاب كاملا صح؟ نعم طبعا، ولكن انسي ديما اذا بتقريهم رح تلاقي الفرق مرعب، انه انت عم تكتب روايه بدون هدف حبي ما لها معنى، ما شو الفكره المخفيه من الروايه ما انا واضحه او هو ما انا عارفه شو عم يكتبها، انه هو بس اللي يحط انه ابطال قصه حب، انه بيعرف انه هاي الجيل او الشباب اليافعين بحبوا القصص العاطفيه فعم يكتب بدون هدف. ممكن هي فعلا تدمر بنت عمرها 15 سنه وقت تقرا هيك روايه، ممكن اكيد فئه عمريه حساسه جدا بدك تكون حريص جدا بالتوجه الى. طيب احمد يعني بالانتقال الى موضوع المعارض ومعارض الكتب بغازي عنتاب او باسطنبول، كان ملحوظ بمعرض اسطنبول كان في انتقادات انه مثلا الكتب كانت مثلا من الكتب الدينيه اذا بدك اكثر بكثير من غير انواع كتب بحثيه وعمليه وروايات. كان في انتقاد اخر انه هذه المعارض عم تتحول لساحات سيلفي، عم تتحول لساحات لقاء وبيع معروضات اخرى ما لها علاقه بالكتب. شو رايك انت بهذا الموضوع؟ بمعرض غازي عنتاب حصرا ولا باقي المعارض؟ حاليا بمعرض غازي عنتاب بما انك موجود ومشارك. حقيقة معرض غازي عنتاب أنا ما شفت بالقسم تبع الكتب، ما شفت غير كتب، ونسبة الكتب الدينية إنه فيها شوي زيادة، إنه أغلب الدور المشاكي أساساً تطبع كتب دينية هذا الشيء طبيعي نسبة وتناسب، ولكن لا فعلياً كان في عدد كبير من الروايات، ولكن نعم في شوي غلاء بالأسعار بسبب إنها كتب مستوردة، حصراً الكتب الدينية بتجي طبعتها نوع كرتون مطول، أوراق تجي أغلى صح. فأي تضل لا كملي على المعرض، لأن كنا عم نحكي على كمان التصوير وعلى بيع غير منتجات. نعم. هل كانت هذه الظواهر موجودة بمعرض غازي عنتاب؟ أنا ما شفتها، لا حقيقة أنا ما شفتها. أنا في قاعة كان موجودة، ولكن هي قاعة الفعاليات والندوات، ولكن هذا الشيء صراحة مشرف يعني أنه يجيبه أشخاص أصحاب خبرة إنه يطرحوا أفكارهم ندواتهم بهيك معرض، بالعكس فكرة كتير حلوة. أما كمبيع لا ما شفت بهذا المعرض. بالنسبة لجماعة تيك توك والتصوير الموضوع ما بيخلو، قص للأسف يعني غازي عنتاب مدينة صناعية وليست مدينة طارم باسطنبول. نعم كان في هيك ظواهر. خلص يعني يبدو أنه ثقافة الدكتور نحو تحسنها تحت ثقافة التيك توك يبدو أنه يعني خلص صارت أمر واقع بدنا نتعامل معه. طب يعني أحمد حاليا يعني أنت من الشبان والكتاب الشبان السوريين يشاركوا بهذا المعرض، وأكيد في شبان غيرك وشفنا بغير معارض يعني شباب بخطواتهم الأولى سواء كانت الرواية الأولى أو الثانية، ما رأيك بمشاركة الكتاب الشباب في هذه المعارض؟ هل حقيقة هي تفضل عفواً ما فهمت لا كمل تفضل. حقيقة هي كثير مهمة لأول شيء لأول شيء الكاتب ياخذ تجربة باللقاء مع الناس، اللقاء المباشر مع الأشخاص اللي بيقتنوا هي الرواية، هذا الشيء ممكن هني أساسا يشجع القراء. أما بالنسبة للكاتب نفسه فهذا الشيء كثير مهم، أولا المشاركة، ثاني شيء أو بالنسبة إلي بشكل شخصي استفدت من الظهور إعلاميا والظهور أدبيا، أني أحاول أني أبني اسم قبل ما الزمان يغربل، لأنه صراحة أغلب الكتاب يراهنوا على الزمن قبل ما يراهنوا على أي شيء تاني، لأنه الزمن كثير بينتقي كتاب، يعني من سنتين كانوا موجودين اليوم اختفوا، بدون معارض ما راح يكون اسم ولا راح أساسا يأثبتوا نفسهم بأرض الواقع. طبعا الإنترنت هو الشيء منفصل عن الواقع، فلهيك أنا برأيي المعارض كتير كتير مهمة، وحصراً إذا ممكن لأي شاب كاتب صاعد مثلي إنه يحسن يشارك كل معارض يشارك، لأنه هي أول شيء اللقاء مع الجمهور، ثاني شيء إثبات وجود، ثالث شيء ظهوره إعلامياً.
وكمان أتمنى أن يكون يمكن وصلت الفكرة تماما، يمكن كمان أفضل. التقاء بكتاب أكبر وكتاب من نفس نعم التجربة يمكن بيعطي كمان قيمة أكثر الحقيقة ما للتجربة التقيت، خبرات. أنا كشكل شخصي الحقيقة ما التقيت غير بالدكتور محمود حسنات، كنت متمني أن التقي بعدد أكبر من الكتاب، ولكن أنا ما التقيت فيه للأسف كأول يوم. أتوقع أنه راح يشاركوا بالأيام الجاي، فلهيك أنا ما التقيت صراحة، يعني لأنه ما مريت فيه.